كان شارع عدل وسط البلد مصنع بابل. أبو العينين بدأ القصة في ورشة وقت ما كان عامل الأحذية صنع إيديهم، إتقانوا وجودة مفيش منهم، رؤساء وشخصيات عامة ومشهورين من زباينهم، وكله من جلد طبيعي والخامة مش محتاجة ضمان، وعشان كده لسه مكمل من الخمسينات ولحد الآن. صباح الخير يا أمين بيه. صباح النور يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، أهلا وسهلا، شرفتنا. الله يخليك، أنتوا مكانكم جميل وإحنا فرحانين قوي إن جينا لكم. ربنا يكرمك، الله يخليك يا فندم. أمين بيه أبو العينين، حضرتك وعائلتك في المحل المشهور جدا بابل ده. أيوه. بقالكوا كام سنة في المكان ده؟ إحنا الحمد لله بقالنا حوالي 70 سنة في المكان ده. في نفس المكان؟ في نفس المكان آه. وأنتوا فتحتوا المحل ده إحنا من ساعتها؟ من سنة زمان آه. يعني إحنا كأمينة كعائلة أبو العينين في مهنة الأحذية دي من سنة 36. ياه. إنما المصنع فتح هنا سنة 52. 36 ده جد حضرتك؟ ده والدي الله يرحمه. والدك على طول؟ والدي آه. فتح المصنع سنة 36. وجدي كان شغال في نفس المهنة برضه. جدك كان شغال في نفس المهنة. أيوه. بس والدي بقى فتح المصنع ده من تقريبا من سنة 48، وجينا بقى هنا سنة 52. الزباين كلها كان ليها قوالب على رجليها؟ كل زبون كان له قالب اتشال عندي. متشال عند حضرتك؟ اه. يبقى التليفون يكلمني يقول انا عايز الحذاء اللي انا عملته قبل كده، اعمل لي لون كذا، فصل لي كذا، او موديلات جديده. كل الموديلات اللي هو عايزها. وكنتوا تجيبوا الموديلات مثلا من الكتالوجات يا امين بيه ولا؟ من كل من الكتالوجات الايطالي اغلبيتها كانت كتالوجات تلياني وينقوا تلياني منها. فكنا شغالين في التفصيل رجال وحريمي، كله كان جلد طبيعي. وبس انتوا ما زلتوا دلوقتي جلد طبيعي؟ زي ما هو جلد طبيعي طبعا. مين من الاسماء تذكرهم اللي كانوا بيفصلوا جزم عندك؟ مديحه يسري ومديحه سالم كانوا بيفصلوا عندنا، يجيبوا الموديل وين؟ نعمل عليه احنا شغل بقى، نقول الموديل ده بتاع مديحه سالم وتسموه كده. صح. سام الموديل صح. صح. فالتفصيل كان عندنا ده اساسي. طبعا مع التطور بقى وما فيش لحدش عنده وقت، عملنا قسم جاهز. عملتوا قسم جاهز؟ قسم جاهز اه. برضه لراحة الأدم، يعني كل القوالب اللي أنا عندي، القوالب اللي أنا بجيبها قوالب كتبك بجيبها من ألمانيا وإيطاليا. أنت النهاردة يا أمين بيه، أنتوا كام أخ وأخت من 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 عيلة أبو العينين لسه موجودين في البيزنس؟ إحنا الحمد لله دلوقتي إحنا أربعة موجودين في عيلة أبو العينين. قبل كده كان في ستة، وطبعاً اتنين توفوا ووالدي توفى. إحنا بنكمل المشوار بقى. مين شغال؟ غير حضرتك؟ أمين أبو العينين وخالد. أيوه. وعلاء ابو العينين اللي هو صلاح، ومحمود. علاء اللي هو صلاح؟ اللي هو صلاح. ماشي. ومحمود ابو العينين بقى. زباينكم يا امين بيه هم تقريبا استمراريه لزباين زمان ولا زباين جديده بتوع وسط البلد؟ لا والله استمراريه للزباين القديمه. استمراريه انما الجديد دوت بيبقى صعب شويه، لان هو مش عارف نوعيه الشغل هيبقى شكله ايه، لانه عايز يعمل ستايل مش عارف هو هيطلع حلو ولا لا. مش عارف يعني مش عايز عاجباك ولا الفكره بالظبط كده. بس بيجي لي ناس جديده دلوقتي الحمد لله عايزين يفصلوا جزم مخصوص او جزم كلاسيكيه بالزبط. ولا مبسوطين من الموديلات بتاعتكم؟ لا هم مبسوطين من الموديلات اللي عندي. موديلاتكم الرجالي كلاسيكيه شياكه جدا جدا. موديلاتكم الحريمي انا حاسه انها قالب شيك بس كلاسيك. مريح. ايوه هو ما انا بقول لحضرتك احنا بنعمل لراحه الادم بقى. هينفع يا امين بيه لما نخش المحل تعرفني على مين من اللي شغالين، مين من الاخوات؟ طبعا اوريلك حضرتك مين كل اللي بيشتغلوا جوه، من اول التصميم خالص، من اول الفكره بتجيلكوا ازاي، وتوريني اوضه القوالب. ماشي. صح. عايز اعرف كل حاجه عن المكان الرائع ده.